דיין יועדה, שהמדינים ברצן אלה, אנחנו מעדנו בלאשור, ותמור עלינו סיכת דעה בלוודע אלה לשקל העולם. בלוודע עד את הנושא לעשיר עזיז. סבא נשא, סבא שמכאן, זמא, לפי הדריה, לפי עד השאר, ויועדע לי פעם לחמדון, אגב הוא רבון העלית. לדריה יועדעיה, בחלת את העניין. اللي ما قال القرآن يقرأ القرآن يتصفح القرآن يمسح القرآن على وجهه على رأسه على صدره يقرأ كثيرا مع سورة الإخلاص يختمها اللي هي في الختم ختم القرآن القرآن الذي يقرأه ويتلوه ممكن صار على نهايته هل من يهدي واحد نهدي أو جماعة مثلا يعني أكو طريقة بالهدي القرآن وبالهدي القرآن أكو طريقة مبسطة وواسعة فإحنا نقول رأسا قاع نهدي الإمام الحجة حلو بس يا اللي يقدم الإمام الحجة تكون شوية تشوف لك مجموعة من هذول الشهداء من هذول الطيبين من هذول العلماء من مرة جبنا العظام المعظيم والأطياب الحيين من هذول اللي دافعون ويكافئون عن السيدة زينب والإجلائي هذا القرآن أنا ختمة بالنيابة عنه النيابة عنه وبالنيابة لمن أحب محمد وعلي محمد الله صل على محمد وعلي محمد بالنيابة لمن يكتب يجلس يجمع الناس وين ما كان مو شرط المركز السريع ما احنا على شرف الاخوان والطلاب ما تمسهم ويش؟ لا سيف شعبان نعم؟ سيف شعبان ايه ومجموعة مثلا من الاخوة اليوم الجلسة تقريبا دعوة شباب اكثر شيء حتى يكونون انه من شروط شو واحد يجمع الشباب الجامعة يجمعهم، المدرسة يجمعهم، البيت يجمعهم، الحسينية يجمعهم، شعائر يعني مو شعائر، واحدة من الشعائر من معاني الشعائر، الشعائر عندها 27 أعتقد معنى، كلمة الشعائر، غير الفصول مالتها، ياها من الشعائر، واحدة من الشعائر هو إحياء النفوس بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمشين بها هاي الكلمة محمد شلون محمد محمد قال محمد كل شيء قرأتك مو بس للقرآن نظرك إلى أبويك بسم الله إني تارك فيكم ثقلين أو الثقلين اثنين صحيحات وكل واحدة عندها معنى عندنا ثقل وعندنا ثقل الثقل الإنسان اللي يجيبه وياه سنة مثلا جيت من مكان وشايل شيء في إيدي مثل ما يقول شنطة شنطة مالتي أشيلها بها ملابسي بها أكلي بها شربي يعني له ثقل الثقل ما يحتويه الإنسان من حالات نفسية من حالات مادية شو ما تقول بقول تشهدك جاي قاعد يقول أنا شو تريد أنت من المليارديرية من الملايين ومو بس زين الحيطة كلها عندك شيء يقعد من الناصرية فواحد يقعد بمجلس أو مكان زين يقولون له شن هي تناسبك بهذا المكان عندك ثقل يا ما عندك ثقل يا ما تشوف مسيحي يدخل علينا يقول والله أريد ألطم وياكم أريد أبكي وياكم أريد أصلي وياكم ولا تشوف لك مثلا مسلم يروح مثلا لعد لكن يوم كان البث واحد مسلم الحمد لله قال لي قال شيخنا انا ايش قد ما احب العباده انا بات اروح حتى الكنيسه مبارك ان شاء الله مبروك فبعد ما ادري اكو قصص ممكن ان الشيخ صار فيها الكم هواي جماعه يتبرعوا لنا
حتى بال شلون والله شو ولد يطونا عصير ويعصب عصير يطلع خمر ويريد يجيب لنا سنية بلون الشاهد الثقل ثقل ثقلين والثقلين يعبر بأمرين يحتاجهما الإنسان في حياته اليومية من الشرب والأكل. فالطاقة لعبد الآخرة تحتاج إلى ركيزتين، إلى طعامين، طعام التوحيد وطعام الولاية. اللي ما عنده واحد منهم بالماء ما يتلبس، وبالطعام بدون ماء ما يتلبس. لما نجي عند القرآن تركة محمد، وانت قاعد كشاب كشايب كامرأة رجل صغير صغير، أول كون توضح نفسك أنه ما في واحد أفهم من محمد، ما في واحد أكبر من محمد، ما في واحد أحسن من محمد، ما في واحد أكبر من النبي بما هو نبي حتى باسمه الشريف. أكو واحد تسمى محمد قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومو لما صار نبي، حتى قبل نبي أكثر من 70 إلى 100 إلى 400 إلى 1000 معجزة صارت بس بالولادة معه. فلما نجي هذا الإنسان الذي ليس بينه وبينه وبين ربه إلا قاب قوسين أو أدنى ذنوباً واقتراباً من العلي الأعلى، هذا الإنسان يحط لنا إرث. أكو إرث لعد أزواج أخذوه، أكو إرث لعد بنت أخذوه، أكو إرث لعد ابن عم أخذوه، أشياء وخاصة. بس عنده إرث ما حد يقدر يأخذ، ما تقول لي خذوه مني، لا. إرث هو إني تارك، التركة يعني الورث. أبوي خلى لي ورث، أمي خلت لي ورث مثل ما نقول. تركنا شيئين، القرآن. القرآن بمجرد النظر إليه، بمجرد احترامه، بمجرد مسه، بمجرد قراءته، بمجرد كل شيء في القرآن موجود. لكن هاي الشباب الطيبة وذولي أهل إن شاء الله العلوم العالية اللي نعمل بهم مستقبلنا ومستقبلهم، هم يكشفون أشياء. ذاك اليوم كان شاب اتصل فيه، تاني اتصلت فيه على هذول الإنترنت على أحد الإخوان على اليوتيوب، يقول لي عندي كم محاضرة علمية خاف بها شيء ينقص، أنه خاف بها نقص، شفت شيء بالقرآن الكريم، ويتخذ أدوار عجيبة غريبة في القرآن الكريم لأهل البيت عليهم السلام. هذا إني إذا تقدر استند فيه الناس، واللي نقدر نساعدك خدمتك، حتى شبابنا يساعدك، حتى حسيننا يساعدك. فالقرآن الكريم قبل كم يوم جاني واحد تالي لي من رحت منه، قال لي شيخنا عندي مسألة يكون أجي. قلت له تعبان ما، قال لي لا كون أجي. بسطنا قعدنا مثلكم وسحبة وحدة ما يريد يشرب شاي، عمي صايمين بس يشرب شاي لا روشنا ترجع. وإذا هذا الإنسان يقول لي شيخنا أنا القرآن الكريم بس أقرأ منه ولو آية وحدة، وإذا أريد أروح لعند الشيخ فهاي الآية بقراءتها أشوف هاي شغلتي لا تقدر، أشوف هاي ليش؟ لأنه يقول بيبيتي لما كان الطفل علمتني، عودته فتعبد به العبادات بداية تعويد. فلنعود أنفسنا مع محمد وآل محمد، نعود أنفسنا بقراءة المؤسسة. شهر رمضان خلص زين، والأشهر ذيك علمة، الأشهر ذيك هم لله، هذا بخصوصياتها الخاصة بالوقت ماله، أنفاسكم فيه، نومكم فيه، عبادة. هذا الشهر في أشياء عجيبة غريبة. لهذا ظلت منا هالليلة، الليلة ظلت منا، هاي الليلة اللي ظل منا شوف شو نقدر نسويها. والإنسان الطيب مثلك بلحظة يطفر، مو أنه والله يقول. بعض الأحيان أكو أمور توقف 5 سنين و10 سنين وما تقدر توصلها،
لكن بلحظة واحدة شقد مقدمة هاي كلها تصير لك مقدمة. تدرس 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 ما توصل لعد شيء. اليوم في شاب 34 سنة المخطوطات اللي كاتبها على الجرائد على الأوراق على الأشياء المتروكة يقولون كل هذول إلى الآن ما شفنا فرمول ولا شفنا قاعدة علمية مؤسسها ليس لها أساس. اكتشفوا منا أكثر من 10,000 قاعدة علمية في الفيزياء ومن تميل عدل. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وهذه الأيام أن نتعلم من فقه آل محمد، من قرآن آل محمد، من تفسير آل محمد، الحرمة، الاحترام، كون نأسس شيء بالبيت ما كان عندنا إياه، كون نبين أنفسنا أنه شهر رمضان أثر علينا تأثير إيجابي بنفسياتنا، بمعتقداتنا، باجتماعياتنا. وسائل الله سبحانه وتعالى التوفيق حقنا محمد وآله الطاهرين. الفطرة اللي ذكرها تقريبا التسعة لعدل 10 دولارات. احنا ذاك اليوم ذكرت الإخوة أنه كل إنسان يقدر يدفع عنها من أغلى مثلا الفطرة يخلي له فطرة زايدة يشرك بها سلامة الإمام الحج عليه السلام. يعني أنا من أرضي فطرت فطرة أهلي شيل لي فطرة زايدة أعطيها لعبد الإمام الحج عليه السلام حتى يصير نوع من المثل. والأحسن أنه قبل العيد تعطى قبل صلاة العيد. هسه إذا واحد من طاها طب يقول تروح مني أو شيء مجرد يزتها بالصندوق يحسبها أنه هذه فطرتي ليوم العيد فإجا العيد صارت فطرة. لأنه كثير من الإخوان كانوا يقولون لي فطرة ومعينة لعد مجموعة من مثلا البارحة جو مجموعة جايبين فطرة يعني لا بأس بها خذوها لعد شيخنا كان بس جماعة يجون يسمعون إلا مثلا مجاهد نعم مثلا جماعة جايبين لمعرب لفلوسهم وياه من هناك قال لي شيخنا هسه هذيك التليفون ذاك تليفون قال له عم منا تعطيها البيت الفطرة بدل الإنسان مو بسم الفطرة لا يشوف إذا عنده من أرحامه إخوانه أخواته أصدقائه زين يعرف علماء يعرف مثلا طلاب جامعات يعرف شيء فبهدية يهديها لهم بحق محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الختم قلت لك يعني إذا أنا بدنا أختم مثلا أنا ختمت القرآن أقول بالنيابة عن الشهداء وعن الأولياء وعن الصالحين وعن المؤمنين عن مراجعنا عمن قلدته في زمني عن العلماء الموجودين اللي أهل زين عن الطيبين الوجوه الطيبة اللي أشوف بالحسينيات بالجامعة عن أرحامي والدتي عماتي خالاتي هذني كل وين نجي بالنيابة عنهم بالنيابة عنهم إلى نوابه الشرفاء نواب عام عدة نواب القصر فمنهم إليه أهلي سمعي حط بالمليارات حط عن الأهمية والأوصلة أكو واحد عندنا من العلماء يقول أنا كل شهر أخليه لعد شخص معين من الأئمة عليهم السلام ودائما يقول ما أسقط أصحاب الإمام الحسين لأنه عندهم حق دائما الدهر على كل إنسان وعلى كل واحد يدعي شرافة الخلق. ما عندنا في سؤال على كل شخص 9 أو 10 يعني لو نتعدد عائلة لكل شخص 10 حتى الأطفال حتى اللي يولد اللي حتى الضيف سبق بكرة مثلا نضيف من واحد من الجماعة احنا بالنسبة حق التعيين ذكرنا ليش 8 إلى 10 الأكل المعروف عندنا هنا إذا الناس تأكل مثل إحنا العراقيين أو الإيرانيين اللبنانيين أكثر شيء الخبز أسمع الخليج هم الظاهر زين العيش الرز اللي يقدر يعطي أحسن وهو يأكل مثلا يوميا رز ويقلب الرز
تمن يغلب يطرس ثلاث كيلوات، لكن إذا غالية هذا غير شيء. تمر نفس الشيء. مو غالية. تمر إذا. كيلوات إلا الحج يقول أغلى شيء التمر. إلا إذا واحد يقدر يعطي تمر. هسه أكو جماعة عندنا إحنا من العلماء نشوف يتم يطون اثنين ثلاثة يطون الرز ويطون القمح ويطون الفلوس. يقدر الإنسان يعطيهن، وإذا ما يقدر يعطيهن يحسب سعرهن ويعطيهن. شوف بس لازم يعين عن فلان مو أو مو شر. شلون يعني؟ يعني لازم أنا. لا هاي الفترة اللي نقول بيهم تسعة وعشرة هاي مالت القمح مالت الخبز. لا لا مثل ما قال الحج إذا عن التمر التمر ايش قدر ويسر؟ لا لا مو المبلغ قصدي يجب تعيين عن الرز عن التمر عن شو؟ لا لا إحنا المعروف عندنا لأنه متهادن عندنا الكيلوات من نسأل عليها الفترة اشتغلت ثلاث كيلوات الحمد هذا المعروف عندنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم على محبة أمير المؤمنين الثالثة بأعلى أصواتكم. باسم إدارة حسينية المصطفى وسماحة الشيخ الأنصاري والأخوة الحضور نرحب بالضيف الكريم الذي حل علينا من إيران سماحة الشيخ جلال الدين معاش ممثل مرجعية السيد صادق الشيرازي، فلحضوره نشكره الشكر الجزيل ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد بكلمة توجيهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ كلمتي أحببت أن أنقل إليكم سلام وتحيات ودعاء سماحة آية الله العظمى السيد الصادق الحسين الشيرازي دام ظله إليكم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا فردا فردا. وكان ودي سماحة أخي العزيز الشيخ أحمد الأنصاري أن يعطر هذا المجلس وأن فقط كلمات مشاركة معكم، ولكن سماحة الشيخ لم يقبل، ماذا أصنع له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. إن قلبي الحسين يميل، إن قلبي إلى الحسين يميل ودموعي على الخدود تسيل من فراق الحبيب، جسمي نحيل قيل لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل، هي سهر دائم وحزن طويل،
كرهت أنفس وأقول أخواتي. قد انتهينا من شهر رمضان المبارك. إلهي لا تكتبنا من الشقي الذي حرم غفران الله في هذا الشهر. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عندما سئل من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ لو سئلنا الغالبية سيتصور أن أفضل الأعمال في هذا الشهر هو ختم القرآن الكريم، وما أعظم قراءة القرآن، بحيث يعادل آية شنو؟ قراءة آية يعادل ختم القرآن. ولكن ماذا أجاب النبي لعلي؟ قال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم. ما قال قراءة القرآن، ولا قال دعاء السحر، ولا قال دعاء الافتتاح، ولا قال قراءة الأدعية، ولا قال، قال الورع. غدا آخر شهر يوم الجمعة كيف سيكون حالي؟ يوم السبت كيف سيكون حالي؟ أنا ما ألقي محاضرة عليكم، شوية ندردش وياكم.
انتهى شهر رمضان، تعبانين انتم، شوي ندردش ونقرا بعض الابيات. اذا نختم بابيات من المدح بعد ما ادري الشيخ الانصاري يقبل، ليت العيد بعدها ايام، ليت العيد بعد قليل، ليت العيد يعني شويه من بجيكم، ها شوي نقرا ابيات مدح ان شاء الله. النبي الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. شباب يقول، يقول افضل الاعمال الورع، الخوف من الله. انا في اي مكان ادخل، في اي حركه اؤديها، لازم اخلي الله امامي، سواء كانت الحسينيه، خارج الحسينيه، داخل البيت، في المدرسه، في الجامعه، في الخلوه. بس الشباب شو يقولون؟ يقول شيخنا الجامعه عايفه يعني، الثانويه عايفه، هاي شيخنا انت ما ادري شكون معك، ما عندك خبر، شو يعطينا؟ الورع، الخوف، اخاف من الله. والا حفاظ القران عندنا هو من الجماعه، ما سميهم الجماعه، وربه ونستجير بالله، ونستجير بالله، وربتان للقران والقران يلعن. يقرا القران وحافظ القران ويذبح شيعه اهل البيت ويتبرك بهتك اعراض شيعه اهل البيت ويتبرك بسبي نساء اهل البيت، يعني اتباع اهل البيت. تحفظه، شوف لحيته شكولها وثوبه شلون قصير وشلون يدعي انه حافظ القران وحافظ الايات. واذا تريدون جريمه لهؤلاء كما انا السنوات انصارف الاربعه سنوات تقريبا ما جاي الى هاي الحسينيه، لا الى كذا ما جاي، وهي المره الرابعه صور كذا اخوان المسؤولين هون، هاي الثالثه والرابعه انا جاي اقرا هنا في هذه الحسينيه، وكان يصادف ايام هدم قبور ائمه البقيع عليهم السلام. اسمحوا لي اكرر هذه المناسبه، لان لم اسمع، ويعذرون الخطباء، لم اسمع نادرا ما من الخطباء يتحدثون عن القضيه البقيع. وبعد تسعه ايام بالضبط، تسعه ايام، مو الجمعه اول شهر، الجمعه هذا الجمعه اللي بعدها يصادف 8 شوال مرور 91 عام على هدم قبور ائمه البقيع، اربعه من ائمتنا. احنا استدزينا بشويه دم السهل قلبنا الدنيا، صحيح؟ حجر بن عدي من صحابه علي قلبنا الدنيا عليها. عد اربعه من ائمتنا، الامام الحسن والامام زين العابدين والامام الباقر والامام الصادق، اربعه من ائمتنا قبور مهدمه، ونحن لا نتحدث ولا نتكلم ولا نستنكر ولا نحج مسيره. هاي شلون؟ وين حماوه الشيعيه؟ الغيره الشيعيه. بعد والد امير المؤمنين فاطمه بنت اسد مدفونه هناك عند قبور ائمه البقيع. ام البنين صفيه وعاتكه عمات النبي. ابراهيم ابن النبي. وشهداء احد. وباقي عثمان بن مظعون وامثال الصحابه المخلصين الحقيقيين، يعني يسمى صحابه، هذا صحابه. أول من دفن في أرض البقيع عثمان بن مظعون. وكثير سألوني أيام الحج، وايش سألوني؟ شيخنا عثمان بن عفان وين؟ قلت له في مزبلة اليهود. مو أنا. مو أنا. المسلمون انقلبوا عليه، المسلمون. مو الكفار. مو قريش، لا المسلمون. المسلمون. يعني كان يحضر صلاة الجمعة ومساجد وصلاة. هؤلاء انقلبوا عليه، قتلوه ودفنوه خارج البقيع، منطقة في مزابل اليهود. الآن كبروا البقيع، صار عثمان بن عفان داخل البقيع. يا بعض التاريخ نقوله، ما نقوله، ما نقوله، كيف ما نقول الحقائق، لا نقول الواقع، حتى شبابنا يلعنوننا بعد 20 سنة. يقول أنت أبويا أمي ما شرحتوا لي الواقع، لم تقول الحقيقة. شرفك هاي الجريمة في عام 1344 للهجرة، 1925 ميلادية، 25 شهر الرابع بالهجري، 8 شوال.
هدم قبور أئمتنا الأطهار. نقول بعدين أنت بالغرب حبيبي، أنت بالغرب عندك حرية، وباقي الدول العربية ما وين؟ أنتوا بلد حرية، استفادوا من منظمات، إذا شبابكم حركوهم، شبابكم استفيدوا من طاقات الشباب. الكبار خلي يشرفون، يوجهوهم تجاربهم يطلبون للشباب، خلي الشباب حركوهم. من الآن يجهزون نفسهم بمسيرات أمام السفارات الظالمة والداعمة للإرهاب، خلي يطلعون. هاي الحسينيات مدارس، هاي الحسينية حوزتنا العلمية، هاي الحسينية حسينيتنا حوزات تربوية أخلاقية ثقافية عقائدية وشعائرية. إذا احنا من ربي أورد على العقائد وعلى الشعائر، شنو قاعدنا؟ لو كان الإمام الحسين نخلي هناك كراسي وفد ميز ونسوي محاضرات ومؤتمرات، لا سواد لا منبر لا شيخ لا خطيب لا عزاء لا بكاء لا نطق، كل شيء ماكو، شنو بقى من الحسين؟ 40 يوم ليه يطلعون 40 يوم 20 مليون؟ ماكو داعي، شنو هاي يطلعون مشي يضيعوا وقتهم؟ بعد شنو؟ خلينا نعزل. لازم نستخدم ونستفيد من الطاقات الكبار، تجارب وعقول نيرة الله يطول في أعمارهم ويحفظهم، يعطوه للشباب حتى يقوم بهذا الدور. فاجعة البقية مش قليل، الله وفقني قبل 9 سنوات ما أدري كتبت كتاب اسمه فاجعة البقية، وقالوا شيخنا أنت بعد ما تروح الحج وما يخلي تروح الحج، والحمد لله مستمرين بالحج. أن تقول الحق إلى متى؟ فالإنسان المؤمن هو الذي يخاف الله، مو يخاف عبد الله، أخاف من الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر، ينقل الرسالة، ما ينقل الرسالة، ماذا يصنع؟ نزل وتعرض ما تعرض، وكان يسمى الصادق الأمين، قام يسمى شنو؟ شنو؟ صادق أمين، صفتين إيجابية، بس نزل عليه الوحي بدأ يبلغ الإسلام، 4 صفات سلبية طوية، كذاب، مجنون، ساحر، شاعر، 4 صفات والعياذ بالله، استمر. احنا نريد نستفيد من هذه الحسينية والحوزة العلمية، انطلاق الصير للدفاع عن العقيدة، يعني وصل للذبح حبيبي، للذبح صار، والتكفير العلني وعلى الفضائيات. يعني انت دمك حلال؟ نقول للغرب ان هذه المجموعة وهؤلاء اذا لم يرحموا الاحياء انهم لم يرحموا حتى الاموات، حتى الميت ما مرتاح منهم، لك عمي مات حتى الميت قتلوه، يعني قتل ثاني ما شو اكو مصطلح جديد؟ مرة ثانية قتلوه، شو شلون تقتل؟ شنو يعني يهدموا قبور البقيع؟ قبر بيضاء كان موجودة، البقيع قبر بيضاء، وحتى روح الى مكان ولادة النبي في مكة المكرمة سموها مكتبة مكة، مكتبة مكة المكرمة هو شنو؟ محل ولادة النبي. روح الحجون بمكة المكرمة، الحجون ما أذكر كان القصص، الحجون أبو طالب، السيدة خديجة، أجداد النبي مدفونين هناك. أنت بس عاين بالبقيع، بالحجون عاين، شوف ما تعرف قبر من. احنا بالبقيع يسألون الناس شيخنا هذا قبر من؟ هذا قبر من؟ ودول الوهابية واقفين مجرمين خونة، وجوه مفهرة، زين، بلحاية طويلة، فتنظر إليهم ما يسمحوا لك تتكلم كلام، ترفع صوتك. احنا كل الحقائق إنه واضح، وساكتين وساكتين، هاي فرصة ذهبية أن نقول للمنظمات الدولية في الغرب أيها العالم، ذول السموم الإرهابي ذول لا يمثلون الإسلام لأنهم لا يرحمون حتى القبور.
سكينة بنت علي سلام الله عليه، حجر بن عدي، عمار بن ياسر، أويس القرني في الرقة، كل التهديم لطهم. هم يقولون هو ابن عدي هدموا قبور آل البيت، مو قبور الشيعة، هم قبور آل البيت سلام الله عليه. يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال النبي يا أبا الحسن أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. بعد شغل النبي فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. باسل بالليل بس يفطر انتهي شهر رمضان. من ينتهي انا من الاشقياء او من السعداء؟ لازم احافظ حيث هالصيام والتعب. بعدين يذهب اكو بعض الناس يسالون الشباب وشيخنا بعضهم شباب او بعض الناس ذول بس يصلون ويصومون شهر رمضان. وايد صار زحمة عليهم. بس هالشهر. قل له الصلاة واجبة لو مو واجبة؟ عندك دليل فقط في شهر رمضان واجبة؟ خلاص يعني انتهى؟ يبدأ يعني البرامج بالعيد؟ ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد من خاف الوعيد. كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم العيد. هذا العيد. ولازم احبتي المجالس تستمر بالسبوع يوميا، بالسبوع يوم تستمر المجالس العشاء. لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. تمام. الحسين قضيه حراره، الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. لازم قضية الحسين مستمرة. الذي يؤلمني عندما أدخل إلى البقيع وأشوف مجموعة من الإرهابيين على قبر أم البني سلام الله عليها، يستغربون هؤلاء الزوار الحجاج لماذا هذا الازدحام؟ من هذه المرأة؟ فقلت في أحد السنوات واحد من شمال أفريقيا سألني، قلت هذه قبر فاطمة. تعرفون ليش قبر فاطمة؟ تعرفون ليش قلت فاطمة الزهراء أو فاطمة حزام الكلابية الملقبة أم البنين؟ ليش قلت فاطمة؟ هذا أسوي إثارة. يقول سوي له مشكلة؟ ده سوي له إثارة. فقال لي هذا المصر أو كان جزائر، قال فاطمة الزهراء. قلت لا، هذه فاطمة أم البنين الزوجة الأخرى لعلي، أما فاطمة الزهراء ليست لها قبر. فاتفق علي الوهابي، قال يا شيخ ماذا تقول؟ ليس للزهراء قبر. قلت له أين قبرها؟ هنا عمات النبي، هنا أم البنين، هناك فلان أمة البقيع، هناك كذا، أين قبر فاطمة؟ قال هنا. قلت له أين؟ قل أين قبر فاطمة؟ أجوا جماعة يا شيخ نسودوكم باسترداد، جو البقيع عشان تروحون تشوفون، جوها كله تعذيب. كل من يتكلم بكلمة، لازم تتكلم، تسكت. واحد كان السنة الماضية كان قرآن يقرأ، قال له يا شباب كان في المدرسة تقريبا عنه، فقلت له قرآن ده يقرأ مدعاء زيارة قرآن؟ قال ده قرآن ميسر. شوف هذا الهجوم، هذا الحقد. إذ قد ما ننظم أهل البيت قليل، إذ قد ما نحيي هذه المجالس قليل، إذ قد ما نعظم الشعائر الحسينية قليل. سماحة السيد المرجع حفظه الله، عندما ودعته وأوصاني أن أبلغكم السلام والدعاء، فقال شيخنا السيد ما توصي، قال وصية واحدة. قلت ما هي؟ قال عليكم الشباب
والله عدة مرات محرم طلعت قال شيخ أبلغ الحسينيات والمسؤولين والمشايخ والعلماء والمراكز والمؤسسات أخبرهم عليكم بالشباب، اعتنوا بالشباب كما قال النبي أوصيكم بالشباب خيرا. حماتكم أبنى شباب تعطون طاعة طاقة تعطون زخم وجهوهم. وشنو قال؟ ليش النبي خلى شخصيات قيادية والي مكة نفتح الإمام النبي صلى الله عليه وسلم مكة من خلى؟ خلى عتاد ابن حسين من نفس مكة شاب عمره 24 30 سنة. عتاد ابن حسين شاب عمره يدير مكة كلها. وذاك المكة شنو بعد ما فتح النبي؟ صح فتحها مسالما، بس فتحها مسالما إدارة يحتاج لها، وإدارة مكة من أصعب الأمور لعمل تأسيسي، وعمل التأسيسي كلش صعب. مثل هاي الحسيني الآن بنكبار وكل شيء مرتب الآن، مثل أول مرة بديتوا جلعانة بديتوا ديون ومشاكل وتهم وهذا وذاك، بس صبرتوا الآن مرتاحين. العمل التأسيس صعب، خلى شاب معركة ضخمة 30,000 مقاتل يخلي منه واحد عمره 18 سنة أسامة ابن زيد. شنو شاب؟ حتى كبار الصحابة أجيب أسمائهم؟ لا ما أجيب أسمائهم يا بخاف جماعة مين بجيب أسمائهم؟ من أجيب أسمائهم حتى الجماعة يرتاحون بعضهم. كبار الصحابة، من يدعي كبار الصحابة تخلفوا عن جيش أسامة، وقال النبي لعن الله، لعن ما قال رحم الله، قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. خلص كان يقول يروح بالنار من تخلف عن جيش أسامة، ليش قال لعن؟ لعن الله. شوية ولانة يجد له ضبط، ولانة شوية ضبط يجدها، ولانة شوية ضبط يجدها بعد بالزلزل. هم أحللوا دماءنا ونسواننا وأموالنا وإحنا بعدنا بعد، وعن فضائيات مرة نسمع في الإمام مجلس نامو كان قايل نقول لعنة الله عليه، هسه عن فضائيات يكفرون الشيعة وانت ما يصير تتكلم شيء. قلت مرارا، قلتها مرارا وأقولها، خير وسيلة للدفاع الهجوم. هجوم يعني تقتلون؟ لا، بالحوار لنظر الداخل اتجل. كل ما كان يشوفوني كنت في سوريا بالحوزة العلمية الزينبية، الله يرجع عن الشيعة والمؤمنين هناك في سوريا، كان يجيون جماعة كثير من هؤلاء، كان يقول انتو الشيعة متعة، انتو الشيعة المتعة وسبون الصحابة، دائما هيك الرواح. جماعتكم مع الأسف دفاع، لا والله لا والحسين لا والكاظم لا أبو حنيفة لا ماذا منهم، بس يدافعون شيء. بينما أنا كنت أتكلم وياهم أقولهم تعال نتكلم في الإمامة، تعال نتكلم في التوحيد، نتكلم في النبوة، في العدالة، تعال نتكلم عليهم تجاه القضية، لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، تعال ناقشني بالأصول الخمسة والفروع العشرة، إذا ناقشني بهم فينهزم. قلت النبي يترك الأمة بدون خليفة؟ النبي يترك الأمة؟ أنت بتعيش في بيتك بدون تخلي واحد بالبيت، تترك البيت بدون خليفة؟ معقول النبي يترك الأمة بدون خليفة؟ بعد 23 سنة من التعب، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر. شنو يعني؟ القرآن بعد شلون يتكلم ويانا؟ تخلون أولادنا يكبرون يعرفوا شكو ماكو. فالمرة في أحد الحسينيات في السويد، ما أقول يا مدينة ولا حسينية، هاي قبل سنتين، ذكرت اسم عمر بن الخطاب في قضية تاريخية مسلمة عند الشيعة والسنة من جون شباب، قال شيخنا أنت أول واحد اسم عمر على المنبر. شنو هاي الانهزامية؟ شنو هذا الخوف؟ يا جماعة وين نايمين؟ وين؟ وصل للذبح والقتل وهذه الأعراض، احنا بعد نايمين. وأقسم
ما سن الضلال سوى الأولى على أمة المختار بغيا تخلفوا وقتل ابنها من يوم رض ضلوعها ومن هتكها هتك الفواطم يعرف. فيوم غدوا بغيا على دار فاطمة أتت جندهم بالغابرية تزحف. الضرب ألمها وسود متنها الضرب ألمها وسود متنها. هاي الأضواء شو تطفون إياها؟ خلينا نقرأ بعض الأبيات ونعيش وياكنا نوي اليوم ويا السهرة. أنا ما كانت أقرأ نصي بس ما أدري شو ذكر الزهراء جاء. الضرب ألمها يا 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 وسود متنها وسقوط محسنها يجدد حزنها. صرخت ونادت يوبد موج ابنها. وين موالين؟ الكل وياي ها؟ صرخت ونادت يوم أدم وجبنها يا صبت علي مصائب لو أنها ما أسمع صوتك ولا ولا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا وما في أحشائي يضرم على الباب النار وانت شوف يا كرار يا علي بين الباب والعايط قام الرجس يعصرني وعصرني وهشم ضلوعي وصدر العاب بالمسمار بحسن سقط من عندي وانا اصرخ بباب الداير يا فضي الصدير مني انعاض يا فضي الصدير مني انعاض. ام حسين سقط يا معذبة الباب
تقومي لي في الظل بساعة باسم الزهراء ليت الخدام المجلس واذكر ام البني سلام الله عليها. نعم عندما دخل زينب الى بيتها الى بيت علي بيت امها فاطمه بعد السبع عندما دخلوا المدينه باي حال دخلت الى بيتها تدرك بصرها وين اول شيء وقع بصرها على الباب ماذا تذكرت؟ تذكرت يا معصر امها فاطمه بين الحائط والبر. ثم دخلت الى البيت قال جاريتها لا تدخل علي على اي احد انا في حال عزاء ومصاب مثل امي فاطمه. شلون بعد وفاه ابيها كانت في حال عزاء ومصاب؟ تقول الجاريه وبينما انا كذلك واذا بالباب طرقت. من الطارقه؟ قالت انا شريكتكم بالعزاء. قالت من انت؟ قالت انا ام البنين. فذهبت مهرمله الى زينب يا مولاتي سيدتي ام البنين على الباب وين هم اصحاب الحوائج؟ قال ويحكي افتحي له الباب. فتحت الباب دخلت ام البنين ونظرت الى زينب صاحت دعاء. مولاي إلهي بحقي سلامة الإمام الحجة وظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولقضاء الحوائج ولقبول الأعمال وانتصار أتباع أهل البيت في كل مكان ولحفظ شبابكم وأسركم من كل بلاء. نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. رجال نساء بصوت عالي. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟
اكشف السوء اللهم اكشف ما بنا من سوء وبلاء اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا عد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم ارزقنا زيارة الحسين ومراقد أهل البيت في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة اللهم وفقنا وفق المؤمنين لبناء قبور البقيع يا الله قبل ظهور الإمام الحجة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والظالمين والإرهابيين والوهابيين والتكفيريين يا الله اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد مماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات المؤسسين الباذلين اللهم تقبل أعمالهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء اقضي حوائجهم شافي من اللهم زوج عزابهم ردهم إلى أوطانهم سالم من الغالم إلى أمواتهم جميع ما تعلمهم ما شهداء الإسلام من مات في ولاية علي في خط علي وفي خط الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على لا 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 لا